هذا وقد أكد متطوعون بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا أهمية التأسيس لثقافة المشاركة الإيجابية في التجارب الطبية في مملكة البحرين. اعتبر المتطوعون أن هذه المرحلة تؤسس لوجود بنية تحتية للدراسات الطبية، ومشيرين إلى الثقة الكبيرة في الكادر الطبي والجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي شارك في التجارب إلى جانب عدد من المسؤولين ووزراء والموظفين والأطباء والمواطنين في مملكة البحرين. وبين المشاركون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين عدم وجود أعراض جانبية تحول دون المضي في ممارسة حياتهم الطبيعية، ووصفوا اللقاح بالخفيف والخالي أيضا من الأعراض الجانبية، وأوضحوا أن هذه المشاركة هي مشاركة وطنية إنسانية من شأنها أن تسهم في إنقاذ البشرية من فيروس كورونا.